وسعيد جدا بهذه الأمسية الرائعة والأمسية الاستثنائية. طبعا بلكها محلية جدا، طبعا محلية بالمعنى الحميمي وليس بالمعنى الفكري. سعيد أننا نتواجد وأننا نجدد الاتصال الثقافي مع أصدقائنا في مكونات المجتمع المدني الثقافي بكل طيفه المتلون. تقتضي الأمر في بدايته أن أرحب بصديقنا الكاتب المهاجر سي محمد جبالي، فمرحبا به في مدينة القصر الكبير. وتقتضي أيضا الأصالة أن أرحب بمجموعة من الأصدقاء والصديقات الذين يتواصلون معنا بشكل استثنائي، حيث أنهم لا تعوزهم الجغرافية وقطعنا مسافات طويلة سواء من داخل المغرب أو من خارج المغرب لكي يشاركون لنا هذه المحاضرة الجميلة. أخص بالذكر صديقنا الرائع من الصيباري التي تحضر معنا حضرت معنا لأكثر من لثلاثة لقاءات. سي مهدي سمالي جاء من هولندا، صديقنا رجاء مرجاني، وكثير من الأصدقاء الذين يمكن أن تغير من أسمائهم. إذا كما قلت باسم صديقاتكم وأصدقائكم في فرع الاتحاد الثقافي المغرب، نجدد بكم الاتصال من خلال البرنامج الثقافي الذي نستكمل به الدورة الثانية. وكما وعدتكم في لقاء سابق أننا سنعلن في القريب العاجل إن شاء الله عن برنامج الدورة الثانية، والتي ستعرف أو سيعرف هذا البرنامج كثافة نوعية من حيث الانفتاح على مختلف الأجناس الفنية والأدبية. وسأخص بالذكر هنا الفن التشكيلي والموسيقى وغيرها. إذا أرحب بكم جميعا، وقبل أن أعطي الكلمة للأستاذة سعاد الطوق التي ستشارك في هذه الندوة بقراءة نقدية أنجزتها حول هذه المجموعة، لابد أيضا من جانبي وسأحاول قدر ما أمكن الأمر أن أكون مختصرا جدا، لا أريد أن أثقل عليكم. وأنا أعلم جيدا أن القراءة النقدية بالناس ضمنهم بعض الرموز والقراءات في متن النصوص قد تكون مستثقلة لديكم، وبالتالي سأحاول أن أركز على بعض الجوانب المتعلقة بالسياق الثقافي لإنتاج هذه المجموعة، أيضا السياق الثقافي المتعلق أيضا حتى بالسيرورة الشخصية لسي محمد جبالي ككاتب للقصة القصيرة. وطبعا كما قلت لكم في أكثر من لقاء شاركت في خلال هذا المنبر، أنا معني بالاشتغال على النصوص من خلال منظور ما يسمى بالنقد الثقافي وليس النقد البنيوي، والذي يحاول أن يكشف عن الأبعاد الجمالية للكتابة وللكاتب نفسه من خلال تموضعي هذا النص أو تموضعي شخصية الكاتب داخل سياقه الثقافي العام. وأبدأ بالحديث عن شخص محمد جبالي. طبعا أنا تربط به علاقة طويلة جدا تمتد إلى مرحلة مبكرة جديدة جدا، ابتدأت مع تأسيس واحدة من جمعيات العتيدة في هذه المدينة، هي جمعية الانتداب الأدبية، حيث كنا أنا والسي محمد جبالي ومعية مجموعة من الأصدقاء السي محمد القدور والسي يوسف القدور وغيرهم من الأصدقاء، كنا نحوم حول فكرة تأسيس هذه الجمعية وأسسناها. كما أن محمد جبالي أيضا معروف منذ نعومتي كما يقال أظافره ومنذ شبابه الأول، معروف أن الرجل كانت لديه اهتمامات ثقافية واهتمامات أدبية على وجه الخصوص في المجال المسرحي. وأنا أذكر أيضا أنه كان يكتب حتى القصة القصيرة وقتها، بمعنى آخر أننا الآن تقديريا أننا من 93 إلى الآن أمام 20 سنة من التواجد في المشهد الثقافي والأدبي، ومن أيضا ليس فقط التواجد وأيضا على جانب الاشتغال وممارسة الكتابة في هذا المجال. وكأنني لهذا أشرح السياق تواجد سي محمد جبالي ضمن هذه الأمسية التي خصصتها به اتحاد كتاب المغرب، وكأنني أقول أن الرجل جدير بذلك من خلال مساره الشخصي. كان يشتغل في كتابة القصة القصيرة وفي المسرح إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مجموعته القصصية والتي يسعدني جدا أنني ساهمت معه فيها أو ساعدته في إخراجها، وكنت
أيضا مساعدة ومشاركة في تصميمها، تصميم غلافها. إذا حاولت نقديا أيضا أن أبحث عن تموقع نقدي لهذه المجموعة، عندما حاولت أن أشتغل معها قلت طيب لنضعها في إطار مفهوم جديد نسميه الكتابة المهاجرة، على اعتبار أنها مجموعة من النصوص، مجموعة من الأشواق، مجموعة من الأحاسيس، مجموعة من الأفكار التي هربها معه هذا الرجل إلى مغتربه، وتشكلت معه وجدانيا وعاطفيا، واستطاع أن يصلها بهذه الصيغة التي نرى الآن ضمن هذه المجموعة. وأكيد أننا إذا قلنا الكتابة المهاجرة سنكون محتاجين إلى أن نعبر نقديا ما المقصود بالكتابة المهاجرة. أنا شخصيا ترجح في ذهني على أن مفهوم الهجرة ممكن أن يكون له معنى عاطفيا، وممكن أن يكون له معنى أدبيا. عاطفيا هو أنه كما قلت على أن الرجل وهو يعيش في المغترب أو في الغرة كان يشعر على أنه في حاجة إلى أن يعبر من داخل هذا الموقع الجغرافي البعيد. وبالتالي سنحاول أن نتحدث كيف يمكن لمشاعر عربية أن تصطدم بمشاعر أخرى غربية وماذا يمكن أن تنتج لها. ثم أيضا من جانب آخر اشتغلت على مفهوم الهجرة بمعنى الانزياحي، أي أن وأنا أقرأ فنيا من كتابة محمد جبري كنت أشعر على أنه وكأنه بصدد هجرتي مجموعة من التقنيات المتعرف عليها في كتابتي القصة القصيرة، سواء أنه تخلى أو انزاح وابتعد عن التقنيات التقليدية المعترفة وابتدع تقنياته الخاصة به في الكتابة من هذا الجانب. طيب أنا لابد قبل أن أتحدث عن الناحية الفنية عن الكتابة عند محمد جبري سأحاول أن أضعها على الأقل في سياق تاريخي بعجلته. نحن نعلم عندنا في المغرب المتتبع والقارئ لمسار التجربات القصصية في المغرب أنها قطعة مشاوير ومراحل متعددة، وأنا في هذا الكلام أخص بالذكر بعض التلاميذ الطلبة الحاضرين معنا، وأنا أعرف على أنهم معنيين جديا، أنهم معنيون جديا بالقصة القصيرة لأن في مقرراته التعليمية أننا في المغرب في مراحل مبكرة كانت عندنا ما يسمى النصوص الأولية أو النصوص التمهيدية أو النصوص التي يسميها بعض النقاد ما قبل القصصية، والتي كانت تستمد بعض أصولها من الكتابات النثرية ذات الطبيعة الحكائية مثل سيرة ذاتية لبعض العلماء، مثل أدب الرحلة. كثير من كتاب أو أدباء الرحلة كانوا يصورون مجموعة من نصوصهم ومشاهداتهم من خلال متن قصصي تحضر فيه كثير من مقومات الحكي والقصة القصيرة من زمان ومكان وأحداث ورؤية سردية وحوار وغيرها. لكن كما هو معلوم أن الكثير من النقاد الحاضرين اليقظين لم يكونوا يتساهلون في إطار التصنيف النقدي لكي يصفوا هذه التجربة بأنها تمثلت جميع ملامح الكتابة القصصية، فسميت النصوص التمهيدية أو النصوص ما قبل القصصية. ثم جاءت مرحلة الاستقلال وانخرط المغرب طبعا في إطار الثنائية المعروفة، المركز الموحد كان طبعا المشرق السباق إلى هذا من حيث كتابة القصة القصيرة بحيث رموزها الشهيرة والمعروفة على رأسها نجيب محفوظ وغيره. كان طبيعي أن تتأسس حساسية قصصية عندنا في المغرب ممثلة في اتجاه التقليدي الكلاسيكي الذي حاول أن يرقى بالكتابة القصصية إلى مستوى احترامي حد أدنى من الخصوصيات الفنية للكتابة، أن يكون حدثا واضحا، أن تكون شخصيات ذات ملامح واضحة في القصة وتسيرها زمنية إلى غير ذلك من المكونات التقليدية التي يعرفها الجميع. وبالتالي أسسنا متنا قصصيا معروفا عرف له النقاد والمؤرخون وسموه الكتابة القصصية التقليدية. ثم جاءت بعد ذلك كما يعرف الجميع مرحلة تالية ومرحلة أيضا استثنائية هي ما يسمى مرحلة التجريب في القصة القصصية، وتأثر فيها كتاب القصة بالتيار الجديد في فرنسا وحاولوا أن يكتبوا قصة تنزح إلى حد ما عن النموذج التقليدي والكلاسيكي من خلال مفهوم التكسير ومفهوم التدمير وغيره، حيث أنه وجدنا أنفسنا أمام كتابة قصصية بدون ملامح إذا صح التعبير،
وان كنت راهن على ان القارئ هو الذي ينبغي ان يطلع في مهمه البحث عن المكونات الفنيه داخل هذه القصه ليخرج بانطباع نهائيين هل هي قصه او غير ذلك. وعطتنا مجموعه من الرموز محمد الهردي وعز الدين تازي وميلودي شموم وغيرها من كثر القصه التجريبيه. ثم بعد ذلك كما انا كنت اتحدث عن السعور التاريخيه بعجله، بعد ذلك جاءت المرحله الثالثه وهي التقدير الشخصي. هي المرحله كما قلت في اكثر من مناسبه انها التي جاءت لكي تاخذ الاعتبار القصه القصيره المغربيه على اعتبار ان المغرب على وجه الخصوص لم يكن قد اشبع رغبته وحاجيته الى النص التقليدي الكلاسيكي. اذا كانت فرنسا او اوروبا بشكل عام قد اسست ما يسمى بالقطائع او بالانتقالات، فكان ذلك قد جاء على قاعده انه حقق تراكما زمنيا وتراكما نوعيا وعدديا في موجز القصه القصيره او في الروايه ايضا يسمح له بالانتقال الى مستوى تجريبي او مستوى غيره. غير اننا وكما يعلم الجميع اننا في المغرب اسسنا الانتقال او التجريب في القصه وحتى في الروايه على منجز نقدي لا يتعدى ثلاث المجاميع القصصيه او اربعه المجاميع القصصيه. وانا هنا اشير وكان القارئ المغربي على وجه الخصوص كان يشعر وكانه قد اجهد حقه في ان يستمتع برومانسيه النص التقليدي والكلاسيكي الى ذلك. وهذا في جانب منه او جزء منه هو الذي سيشكل الازمه المعروفه عندنا الابتعاد عن القراءة وأزمة القراءة وغيرها مما هو معروف الآن والمتداول عندنا جميعا، أي أننا لم نشعر بتلك المتعة الحميمية في القراءة وغيرها. إذا فجاءت مرحلة ثالثة وسيمثلها كثير من الكتاب في الرواية وفي القصة القصيرة، سيراهنون على أساس إعادة الاعتبار للمكونات التقليدية للقصة القصيرة، إعادة الاعتبار عودة الحكاية داخل القصة، عودة الشخصية بأبعادها المعروفة، عودة المكونات الفنية الأخرى من وصف وحوار وغيرها وغيرها. وأنا سأفتح هنا قوس لأنني هذا قلت كلام على بعض كثير من الكتب على رأسي الروائي وهو من مدينة الكبير بالطو في روايته البعيدون. كنت أحاول أن أجيب عن سؤال لماذا هذه الرواية حققت مقروئية واسعة ولماذا حققت نجاحا نقديا واعلاميا كبير. قلت ببساطه لان الروايه يمكن ان ادرجها ضمن الكلاسيكيه الجديده، اي انها الروايه التي حاولت ان تقيم نوعا من التصالح مع القارئ المغربي. في هذا السياق انا ايضا ادرج المجموعه القصصيه للكاتب محمد حداد. عندما تقرا هذه النصوص سواء على مستوى اطروحاتها او على مستوى صياغاتها الفنيه تشعر منذ اللحظة الأولى وأنت تتابع الأسطورها الأولى أن هذه الكتابة تدعوك إلى أن تنخرط معها، وبالتالي تشعر وكأن بنوع من الحنينية وكأنك قريب من كتابات معلم علي عبد الكريم علام ومحمد زنيبار وغيرهم من الكتاب الجميلين الذين أسسوا الكتب الدقيقة السرية والنثرية القصصية المغربية. هذا إطار التصنيف أو توصيف الإطار العام الذي فهمته شخصيا أنا في تعاملي مع المجموعة القصصية لغة وأطروحة وأساليب صياغية وتقنيات في الحوار وفي الانتقال إلى غير ذلك. من جانب آخر وهذا أنا في تقديري إذا شئت أن أوسع الأمر هذا حصل حتى على المستوى العربي. هناك الآن الكثير من الروايات التي يتم تقبلها بنوع من الاحتفال بسبب وحيد في تقديري الشخصي هو انه اعاد الاعتبار للحكايه وللغه وللاسلوب. وانا استحضر بشكل اساسي الكاتبه الجزائريه الشهيره احلام الصغني للمراه التي الان تبيع مليونين نسخة من كتابتها وكتنشر النسخة الذهبية كتبيعها بمليونين نسخة والنسخة الشعبية، والمرأة تستقبل في المدن كما يستقبل الأمراء وغيرها. عندما تقرأ هذه القصة ما الذي تشعر به؟ تشعر بالدرجة الأولى إعادة الاعتبار للغة، هناك حضور قوي للغة، ونحن كنا في القصة القصيرة التجريبية لا نجد حتى اللغة. نحن الآن ونحن الآن شخصيا وأنا الآن أدرس نماذج من النصوص التقليدية أجد صعوبة في أن أوصل
مكوناتها الفنية وأطراحتها إلى القراء. من جانب آخر، إذا هذا السياق العام الذي يمكن أن أضع فيه المجموعة، من جانب آخر ما الذي يمكن أن تصور أن هذه المجموعة اقترحته حتى لمن يكون موقفنا النقدي كنوع من التجني على التجربة ونحن نصنف هذه السياق الكلاسي؟ أنا في تقديري أن المجموعة القصصية لمحمد الجراري حاولت أن تقترح على المتخيل المغربي أو على التخيل المغربي عوالم جديدة على مستوى الفضاءات والأمكنة. فأنت تقرأ القصة وتشعر على أنك بإمكانك أن تتجول في شوارع هولندا وفي شوارع فرنسا وغيرها وغيرها. وهنا خصوصية المكان لها أهميتها في جلب وشد انتباه القارئ وإمساكه. وهذا بالمناسبة حاضر حتى عندما قلت وأنا تحدثت عن رواية اللاعبون. رواية اللاعبون كمتخيلات كانت رواية آسرة لأن استطعت أن تنقل القارئ العربي من جغرافية ملة منها إلى جغرافية جديدة يمكن أن يستمتع بها وتحصل له نوع من الدهشة. الدهشة جزء أساسي في الاستمتاع بالقراءة. إذن ففضاءات، شوارع، منتزهات، مقاهي وغيرها من المدن كفضاءات جديدة مقترحة على القارئ ساهمت أو تعطي نوع من الخصوصية لهذه المجموعة. هناك عنصر آخر متعلق بالقيم. أن وأنا أقرأ مجموعة قصص محمد الجراري أشعر بها أيضا أنها تقترح على القارئ أن يقيم في ذهنه على الأقل نوع من التقابل الديني، التقابل الدلالي مع مجموعة من القيم. وأنا أستحضر على وجه الخصوص أن في جميع قصص محمد الجراري يثير الانتباه إلى أن الشخصيات شخصيات ممارسة للقراءة. لا تجد شخصية من شخصيات محمد الجراري إلا وتجد أن علاقاته بها وعلاقات الشخصين بينها قائمة على أساس المشترك فيما بينها شخصية يقول عليها من نافذة يجبها تقرأ كتابا، تقرأ امرأة أخرى تقرأ كتابا في المترو إلى غير ذلك، وكأنه يشير إلى هذه القيم التي نعاني منها نحن داخل واقعنا العربي، حيث الكتاب هو آخر ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان. على مستوى اللغة، صياغة اللغة العربية عند محمد الجراري أنا لاحظت شخصيا والأمر الصياغة ليس نحن أن أعود إلى المجموعة وأعطي أمثلة، إنما لاحظت على أن اللغة العربية عند محمد الجراري تأثرت إلى حد ما ببعض الصياغة الأسلوبية للغة الأجنبية وخصوصا اللغة الهولندية. وأنا في جلسات شخصية معه فهمت منه أنه يحاول أن يترجم بعض النصوص الهولندية إلى العربية والعكس أيضا صحيح. وأنا ألاحظ في اللغة أن بنية اللغة من حيث عدم احترامها لما يسمى بالرتبة في اللغة العربية الفعل والفاعل والمفعول به، قد يختلف أحيانا أنه قد يقدم الصيغة المفعول به يعني الفاعل إلى غير ذلك ما يسمى بالانزياح التركيبي. لاحظت على أنه حاصل لديه من خلال هذا التلقح اللغوي مع اللغة الأجنبية. وهو في تقديري أنا شخصي وعلى مستوى المتعة، ما تحدثنا عن المتعة، ما سيسمح بأن للقارئ بأنه وكأنه بصدد الاستماع إلى صوت الغائب أو صوت الآخر من خلال اللغة العربية، وأنه حاضر هذا الآخر حاضر من صيغه الأسلوبية داخل اللغة العربية عند محمد الجراري. هذا باختصار السياق العام. أنا في أكثر من مناسبة شاركت هنا كان يشير علي بعض الإخوان أن أطيل في الكلام، لن أطيل ولكنني سأحاول أيضا أن أثير مسألة من داخلي، إشكالية طرحها مؤخرا الكاتب الخاص المغربي الكبير سي محمد سحمد بوسفور. والأخوة والأصدقاء يعلمون أن سحمد بوسفور كنا سباقين في مدينة القصر الكبير في جمعية الامتداد، أننا عملنا للفكرين في مدينة القصر الكبير لمدة 3 أيام كنا تحت محور أسئلة الحداثة في القصة القصيرة المغربية. سي أحمد بوسفور فاجأ القارئ المغربي مؤخرا في ندوة نظمت في مدينة نظمتها شي جمعية حوار الثقافات، وأصدر بيانا كانت مشاركته عبارة عن بيان. الندوة كانت حول أشكال تجريب في القصة القصيرة
التجربة القصصية المغربية، وهو سماها أشكال التخريب في القصتين القصصيتين المغربيتين، حيث أشار إلى مجموعة من المشكلات والإشكالات ووضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها القصة القصيرة المغربية حاليا. وانا في رايي على راسها يقول على اننا اصبحنا نهتم بالكاتب اكثر مما نهتم بالكتاب. جميع الملتقيات الان تراهن على الاحتفاء باسماء كتاب بعينها ولا تراهن على الاحتفاء بالكتاب. وكانت من المقترحات الجميله التي اثرتني صراحه هو ان قال واقترح ان لماذا لا تكون الندوه حول النص، ان يكون الشخصيه المستضافه في ندوه ليس بالضروره شخصا انما ان يكون نصا قصيرا قصة أو قصيدة أو غيرها. وهذه من الأفكار الجميلة في تقديري. بمعنى آخر أن السي أحمد بوزفور دقة في تقديري من قرص الخطر فيما يتعلق بالمسار الذي تمشي فيه بعض الكتابات القصصية المراهنة على اللحاق بالركب الغربي من حيث التجريب، وفيه أيضا أفهم منه ورجل دعائي لأشياء كثيرة، وعلى رأسي أننا مدعوون إلى العودة لقراء منجزنا وتراثنا الثقافي السردي المغربي من خلال المقامات ومن خلال جنس الترسل والمراسلات وألف ليلة وليلة وغيرها من الكتابات النثرية السردية. دعوة صريحة إلى إعادة الاعتبار للقصة، وهذا في تقدير ما ستستمعون إليه من خلال محمد جباري عندما سيكون بصدد قراءة نصوصه أو قصصه. أكيد لدي أنكم ستستمتعون، لن أطيل عليكم. شكرا لكم. ومدام مسندة إلي مهمة التعطير نسبيا للنقد وتسير الأمسية، يبدو لي أنني نسيت أن أرحب بالأستاذة سعاد الطول، وهي صديقة وحميمة وامرأة نبيلة نعتز بها نحن هنا في مدينة القصر الكبير. هي شريكة جمعوية وشريكة فكرية لكل الجمعيات الجادة والجمعيات التي تشتغل بهذه المدينة. هي أيضا سليلة أسرة علم ومعرفة، وهذا يبدو في ممارستها. أنا محبة للعلم والمعرفة، امرأة دارسة وقارئة للأدب العربي عابرة للأجيال، قرأت من أداب كلها تقريبا قراءتها. أرحب بها باسم فرع اتحاد كتاب المغرب وباسمكم جميعا. وأكيد أنا مطمئن أن قراءة أستاذ سعد الطود ستكون قراءة جيدة، على الأقل ستكون أحسن من قراءتي. شكرا لكم. شكرا أخي إله الميسي، ثق أنني أبادلك نفس التقدير وأقدر فيك هذا النضال المتواصل من أجل الثقافة، من أجل المعرفة، من أجل الهوية الجميلة الأدبية والثقافية لهذه المدينة المناضلة. بداية مساء الخير سادتي الكرام سيداتي، أرجو أن تتقبلوني لحظات في قراءة لأشواق مهاجرة لصديقي وتلميذي وأعتز بذلك. أعتز بأنني أجلس اليوم إزاء قامة كبيرة كانت يوما ما تجلس على مقعد الدرس أمامي، وهذا من حسنات مهنة التعليم. أشكر الله أنني زاولت هذه المهنة لأجلس هذه الجلسة الجميلة إزاء سيدي محمد الجبال. ثم أشكر الإخوة في فرع اتحاد كتاب المغرب بالقصر الكبير الذين أتاحوا لي فرصة قراءة المجموعة القصصية للأستاذ محمد الجبالي، التي كنت قد اطلعت عليها بشكل متقطع وعابر من خلال النصوص التي كان يتحفنا بها على جداره عبر الوسيط التواصلي الفيسبوك. كانت هذه النصوص تنتزع إعجابي وتولد في المتعة والدهشة، وقد جاء هذا التكليف يلبي رغبة دفينة ولدها هذا العمل الأدبي بداخلي أو بدواخلي. وعندما وجه إلي
الدعوة الأستاذ المحترم عبد الإله المويسي بهذا الخصوص لم أتردد. إن هذا العمل الإبداعي أجبرني عند قراءته عبر الوسيط الافتراضي بطلاوته وتقنياته السردية على التفاعل معه بصوت داخلي خفي، وها أنا ذي الآن أواجهه في العلن وأقرأه بصوت مرتفع. نحن إذن بصدد قراءة نص إبداعي ينتمي لجنس القصة القصيرة. هذا الجنس الأدبي رغم حداثته هناك من يراه ضاربا في عمق التاريخ، ويرى له بعض مؤرخي الأدب جذورا عربية في النادرة والحكاية الشعبية وقصص الحيوان والقصص الفلسفية، وما تجلى مبكرا على شكل مجموعات قصصية كالبخلاء للجاحظ وكالفرج عند الشدة للتنوخي ومصارع العشاق لابن سراج، كما أن شكل المقامات لبديع الزمان الهمداني وابن دريد يوحي بأنها كانت من الإرهاصات الأولى لظهور القصة القصيرة. بينما يرى البعض الآخر أن أول ظهور للقصة القصيرة كان في روما القرن الرابع عشر، حيث كان يتردد على الفاتيكان نخبة من رجال البابا يتسامرون ويقصون حكايات مخترعة، مما جعل كثيرا من أهالي روما يترددون على تلك الغرفة التي سميت حينها بغرفة الأكاذيب. ومع كل ذلك يكاد يحصل الإجماع على أن القصة القصيرة جنس أدبي محدث، ويرى البعض أن إدغار ألان بو هو أبو القصة القصيرة. الإبداع الذي نحتفي به اليوم ونكرم صاحب السي محمد الشفاري ينتمي إلى جنس القصة القصيرة، بمجرد أن أتم المؤلف عمله بوضع نقطة النهاية بعد آخر كلمة أصبح هذا النص الأدبي الذي بين أيدينا موجوداً افتراضياً إن صح هذا التعبير. ذلك لأن نظرية التلقي ترى أن التحقق الفني لهذا النص قد صنعه المؤلف، إلا أن ذلك يظل حديث الصفحات إلى أن تجلوه قراءة ما، حينما يصبح موضوعاً لإدراك القارئ الذي يمنحه تحققه الجمالي بواسطة الإمكانيات الاستطيقية التي يتملكها القارئ، فيكون التلقي مضيفاً للنص أو باعثاً لكثير من الجوانب فيه في ارتباط بفرضيات القراءة من جهة، ومن جهة أخرى بمسارات التأويل، على أن القراءة لا تنحصر في حدود ما يتيحه النص مباشرة كما أراده المؤلف، وقد يتجاوزه إلى أحد إعادة النظر في الجنس الأدبي، وهو في حالتنا هذه جنس القصة القصيرة. إذن لنقارب هذا النص الجميل بدءا من أولى العتبات، العنوان، وهو عنوان من النوع الذي يبوح لك بمكنونات النص ويستقطب انتباهك لتدرك رسالة المبدع حتى تكتمل حلقة التواصل التفاعلي بين أضلاع المثلث المبدع النص المتلقي. هذا العنوان جملة اسمية من مبتدأ مقدر وخبر مركب من نعت وملعوت، أشواق مهاجرة. يحيلنا هذا العنوان من جهة إلى الشوق كعاطفة مكثفة متكاثرة ملحة تستدعي مشاعر القارئ إلى الانخراط في اللعبة النصية بشحنة عاطفية ووجدانية تحرك المشاعر الإنسانية لدى القارئ. من جهة أخرى يأتي معنى الهجرة، وفي هذا المعنى ما يستنهض عندنا أحاسيس المتعة التي تفرزها فينا كيمياء الشعر،
ومفاهيم طبعت مخيالنا الأدبي منذ القدم بما خلفته فينا قصائد النسيب من رقيق المشاعر ولطيفها حين ذرفت الدموع على القرطاس مجنون ليلى وكثير عزة وغيرهما، وحين أبدع الشعراء ألطف الصياغات الشعرية في المهجر والبعد عن الأحبة والتوق إلى لحظات الوصل والوصال. على الغلاف تطالعنا لوحة تمثل امرأة سالمة كأنما أضناها البعد والنوى. يأتينا بعد ذلك الإهداء الصاخب والهادر بتباريح الشوق والتوق إلى ظل الأب الذي طوت صفحته يد المنون، وإلى المرحومة الوالدة التي ارتسمت صورتها التي إلى المرحومة الوالدة التي ارتسمت صورتها عميقة في وجدان قاس، وإهداء أيضا إلى الإخوة الذين يشكلون منارات للاهتداء في يم الحياة المتلاطم موجها فيما بين ديار الأحبة وقسوة المهجر، لتكتمل لوحة رسمتها الكلمات محتفية بالخاضع في أغوار النفس المبدعة من حنين. يقدم لنا السي محمد جبالي عمله الأدبي على أنه مجموعة قصصية في الصفحة الأولى من الكتاب، وإذا قلبنا صفحاته الموالية وجدنا 20 نصا جلها ينتمي إلى جنس القصة القصيرة، بينما نجد بينها 4 من القصص: ابنة الوزير، على قارب البحر، ياسمين، لقاء عابر، نصوص 4 تستجيب لمعايير القصة القصيرة جدا. هكذا رأيت. أهم هذه المعايير القصر الشديد الواضح جدا، والاختصار مع عدم إشعار القارئ بنقص يتطلب إضافة تكتمل بها الصورة أو الرؤية، وهي نصوص بها ما يكفي من تكثيف واكتظاظ بالمعاني. تعتمد الجمل القصيرة الخفيفة الموحية في غير إطناب في الشرح، تمتعك عندما تكسر أفق انتظارك الذي يتعمد السائل بناءه من أول كلمة، كما أنها تستجيب لمعايير لويس بيريز أليناريس الذي حدد مميزات القصة القصيرة جدا في الارتباط الشديد بين العنوان والحبكة النهائية، وفي عدم التوسع في الشرح وتنوع النهايات، وكون القصة القصيرة جدا تولد الدهشة. هذا وقد اعتمد المبدع محمد جبالي في نصوصه جميعا على الرؤية السردية المصاحبة منذ النص الأول، فالسارد لا يعرف شيئا عن الشخصية، يوحي إلينا بأنه لا يعرف شيئا عن الشخصية ولا يقدم أي تفسير قبل أن تصل الشخصية بنفسها إلى مآلها، وأحيانا أخرى يعتمد على الرؤية من الخارج، فالسارد إضافة إلى ما ذكرت لا يستطيع النفاذ إلى ضمير الشخصية وخباياها، وهو يبدو للقارئ وكأنه مندهش ومنبهر بالنهاية التي لم تكن كل المؤشرات السردية تدل عليها. وهكذا استطاع المبدع محمد جبالي أن يمتعنا بنصوص تمتح من الواقع الاجتماعي تارة في فضاءاتنا الوطنية، وبأخرى في هولندا مهجره لاختياره. هكذا استطاع المبدع محمد جبالي أن يتيح لنا الخوض في تجارب عاطفية متنوعة بعدد النصوص في المجموعة، وسمح يعني تنوعها بعدد النصوص في المجموعة، وسمح لنا بمشاركة شخوصه في أفراحهم وآلامهم
وحساسياتهم مشاركة وجدانية بما لديه من خبرة ومن روح مرحة تجعلك تبتسم لمشاهد قد يطبعها أحيانا شيء من الألم أو الحيرة. استعمل تقنية تقديم أحداث على أخرى في زمن القصة ليصنع دهشة القارئ ويفاجئه بما لم يكن منتظرا، مثل ما جاء في قصة القدر وفي المشهد المرعب والابتسامة الكاذبة وغيرها من النصوص التي جعل لها ساردا متمرسا بفنون الحكي. ختاما أهنئ المبدع محمد الجباري على هذا التوفيق الذي حالفه مع أولى بنات فكره. أتمنى له التوفيق في مساره الإبداعي، كما أرجو أن لا أكون قد أطلبت أو أطلت، وأعتذر للمنظمين إن كان الأمر غير ذلك، وأتمنى أن تكون ورقتي هذه بمستوى الإبداع الجميل الذي أتحفنا به المبدع الودود السي محمد الجباري. وشكرا لكم أيها الحضور على حسن شكرا لك سيدة سعد طول على احترامها لوقت المداخلة. أنا استسمح الإخوة نظرا لبعض الضغوطات، نسينا أننا في الأولى الأخيرة ودعنا واحد من أصدقائنا في مدينة القصر الكبير من الفاعلين الجمعويين في مدينة القصر الكبير، وكان من بين الأصدقاء الكبار فرع اتحاد كتاب المغرب ومن الداعمين له والمشاركين في تنظيم أنشطته المرحوم سي عبد الله. ورغم جاءت متأخرا أدعوكم لأن نقرأ عليه الفاتحة ترحما على الرحم. بسم الله سيدة سعاد الطوق على مدخلتها. وقبل أن أعطي الكلمة للمحتفى به السي محمد الجباري، أذكر على أنه إن شاء الله في الدورة الثانية من برنامج فرع اتحاد كتاب المغرب، وأنا كما سبقت أن قلت على أن هذه الأمسية لنكهة قصرية، في الدورة الثانية ستحضر معنا مجموعة من الأسماء من أبناء مدينة القصر الكبير الذين نعتز بهم. أمينة الصيبري ستكون معنا في الدورة الثانية، سيكون معنا أيضا واحد من رواد القصة القصيرة سي محمد الهربي، وأنا كنت في حوار معه في عبر الهاتف، والرجل يعتز بهذه المدينة وقابل على مستعد للمشاركة. الشاعرة المميزة وداد موسى، وصديقنا الشاب الجميل منير السرحاني. إلى موعد الدورة الثانية، هذا فقط للإشارة. على كل حال أعطي الكلمة لسي محمد الجباري، مداخلته تكون على صيغتين، كلمة إجابة على بعض الأشياء، ثم سنستمتع بقراءته وقصصه. سي محمد تفضل. أيها الحضور الكريم، سعيد جدا أن أكون معكم اليوم ونحن نحتفي بإصدار جديد أشواق المهاجرة. أتمنى أن يكون هذا الإصدار قيمة مضافة للمشهد الإبداعي بصفة عامة، وأيضا إغناء للخزانة القصراوية الغنية بعدة مؤلفات لأدباء وكتاب مبدعين من هذه المدينة المجاهدة. أجدد الشكر لفرع اتحاد كتاب المغرب بمدينة القصر الكبير، وبالخصوص للصديق المبدع الدكتور عبد الإله المنسي الذي منحني هذه الفرصة لكي ألتقي بجمهور عزيز جدا على قلبي
غالبية هذا الجمهور أتواصل معه باستمرار عبر كتاباتي في عالم افتراضي، وأستمتع بتعاليقه وملاحظاته. وها نحن الآن نخرج من سجن إطارات حواسنا الإلكترونية الضيقة إلى عالم الحقيقة والواقع، فلم نعد في حاجة إلى ويفي الذي قد يغيب طارة وقد يتقاتل طارة أخرى. لم نعد في حاجة إلى كاميرا أو ميكرو. نحن الآن نلتقي بالصوت، بالصورة، وبشيء أهم بالنظرات والأنفاس والأحاسيس. فشكرا مرة أخرى لفرع اتحاد الكتاب المغرب، وأيضا أنا ممنون جدا لبعض الأصدقاء الذين رافقوني من أوروبا إلى المغرب ليكون معي في هذا اللقاء. فشكرا للعزيزة سمية التي أتت من هولندا رغم ظروفها الصحية. شكرا للصديق الحقوقي المهدي السمليل الذي أتى من أمستردام، وأيضا للأديبين الجميلين جمال وخالد من بلجيكا. فعلى ما يبدو أن فرع اتحاد كتاب المغرب بالقصر الكبير ومن حيث لا يدري أصبح يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية للوطن، وخصوصا تنشيط وتيرة الملاحة الجوية بين أوروبا والمغرب. فالثقافة في خدمة التنمية ليست شعارا، فهذا نحن نعيشه الآن بالملموس في هذا اللقاء. وأقول للذين يراهنون أن يصل عدد السواح 20 مليون سائح في بحر السنوات القادمة، ما نعنيهم إلا أن يجعلوا في كل قرية لقاء شريف، وفي كل ما عليهم إلا أن يجعلوا في كل قرية لقاء شعريا، وفي كل مدينة ملتقى للقصة أو معرض تشكيلي إبداعي. وحتما سوف يرحمنا بها، ونكون بذلك نؤسس بالفعل للسياحة الثقافية كمفهوم راق وجديد. وأشكر أيضا الصديقات والأصدقاء الذين جاءوا من عدة مدن مغربية، كأن مدينة القصر الكبير اليوم أصبحت عاصمة ثقافية للمملكة. وعلى ما يبدو أن فرع اتحاد كتاب المغرب ومن حيث لا يدري يساهم في الحركة الاقتصادية والسياحية الداخلية لمدينة القصر الكبير هذه المدينة التي تحاول أن تنفض عنها غبار النسيان والتهميش. أشكر كثيرا الأستاذة سعادة، وأنا فخور جدا أنني كنت في يوم من الأيام إحدى تلاميذك. وأشكر أيضا الأخ المسيب على قراءتهما لنصوصي. أعترف أمامكم بأنني لا أحسن نهائيا قراءة أعمالي، لذلك أجدني يعني في قراءتي لأشواق المهاجرة أشعر كأني في ورطة حقيقية، فأنا شخص لا أحسن قلت الحديث عن أعمالي وكتاباتي، لكن مع ذلك سوف أحاول أن ألملم أشلائي، وباختصار أقدم السياق العام الذي واكب ميلاد المجموعة. قد يتصور البعض أن المسيرة ذاتية للكاتب، على اعتبار أن المجموعة القصصية رحلة سفر مضمن رافقتني عبر فترات زمنية مختلفة وأمكنة تتوزع بين قارتين وبين خريطتين المغرب وأوروبا. المجموعة في كثير من نصوصها تعتمد على الخيال، فلا يمكن أبدا وفي أي حال من الأحوال اعتبارها سيرة ذاتية بالمطلق. قد يجد البعض أن أشواق مهاجرة أشبه بكتابة نص للسيناريو، فقد كتب أغلبها بطريقة المشاهد يعني دفلاش. وعندما نقول كتبت على طريق المشاهد يعني أستعمل الحد الأدنى من اللغة. وهنا اسمحوا لي أن أستدل
بأديبة راقية وأنيقة في كتابتها الأخت أمينة الصيباري في إحدى تعليقها على إحدى قصصي قالت بالحرف: اختصار في اللغة وعمق وإفراط في المعنى والإحساس، نفس الشيء الذي قالته الأستاذ سعاد، وكأنهما كانا جالسين مع بعض يتدارسان مجموعتي. بالفعل كما قالت الأخت أمينة، بالفعل هي كتابة سينمائية، حيث يكون الكاتب أو السيناريست مطالبا بكتابة مختصرة يراعي فيها بدقة الحيز الزمني، بحيث أن الفيلم في الأغلبية يكون 120 مشهد، فلا مجال للإسهاب أو الإطمار. وأيضا الكتابة للفرجة يعني كتابة سينمائية تتطلب الحكمة والمباغتة، وهذا بالضبط ما قاله الأستاذ الدكتور عبد الإله المنسي. باختصار أيها الإخوة، أقدم بين أيديكم إذن تجربة جديدة ومتواضعة تتعدى السيرة الذاتية، تتجاوزها تتجاوز الشخصنة والذاتية إلى فضاء واسع من الخيال، ولكن لا ترقى إلى مستوى النص السينمائي الذي يشتغل على مشاهد وتقنيات وميكانيزمات محددة. لن أكون يعني أحب أن أكون مختصرا وأقول لكم قراءة ممتعة لأشواق المهاجرة. إلى القراءة القصصية، لدينا كلمة باسم الإخوان الذين حضروا معنا من خارج مدينة القصر. كذلك أستاذة أمينة المريني، تفضل. أمينة الصيدلية، جوج أصدقائي، صديقات ديالنا. قصصية روائية لهذا الحضور الجميل، أحيي بالدرجة الأولى التلاميذ والتلميذات الحاضرين معنا في هذا اللقاء، وأشد بيد هذا الإطار الجميل اللي هو فرع اتحاد كتاب المغرب مدينة القصر الكبير، الذي يعني يصر على إحضار جمهور نوعي يراهن عليه من ناحية الثقافية اللي هو الشباب، وهنا تصفيق خاص لهذا الأنشطة كاملة، المغزى من كل الفعل الثقافي في المغرب إذا لم يصل إلى الشباب فهو فعل لا يعول عليه. لم يكن واردا أن أخذ الكلمة في هذا اللقاء، لم يكن واردا أن أحضر اللقاء أصلا، فعلت ما فعلت لأكون هنا اليوم لسبب بسيط هو المحبة والصداقة والأخوة والعلاقة الجميلة التي تربطني بالسي محمد الجباري كأحد مثقفي المدينة وكإنسان أعتز بصداقته لأسباب كثيرة، أولها أنه يذكرني بأناس المدينة الطيبين، الأناس الذين كنا نعرفهم في ذماتة أخلاقهم، في أناقتهم، هذه الأناقة التي نجدها في اللغة أيضا. سي محمد الجباري يقص الجمل بطريقة احترافية جدا، وأنا تثيرني الجملة يعني المفصلة، الجملة لأن الجملة هي فستان أيضا، يعني هناك القماش، هناك الألوان، هناك الكثير من الأشياء، ولكن هناك ما يصنع الفرق وهي القصة على المقاس، يعني أن تكون الجملة خالية من الشوائب، خالية من الإطناب، خالية من زخرف أحياناً لا يخدم الأدب، لأن حينما نتحدث عن قصة قصيرة نحن نتحدث عن نوع جنس أدبي يعتمد التكتيف بالدرجة الأولى، يعتمد الاختزال بالدرجة الأولى، فأحياناً هناك من لا يفهم يعني الإكراهات هذا الجنس ويخلط ما بين الرواية وما بين القصة، والقصة هي في الحقيقة حيز يعني ضيق لا يحتمل وجود شخصيات كثيرة، ولا يحتمل يعني ذاك الزخرف اللغوي وذاك القواميس المعقدة إلى آخره، لأن الكلمة موجودة في القواميس، الكلام موجود في القواميس، ولكن الكلام يأخذ يعني قوته، يأخذ حمولته في المكان، في ترتيبه في الجملة،
في الاثر الذي يمكن ان يصنعه. هنا كنحيينا الاخ جبري على هذه المساله على الاشتغال النظيف على اللغه. سي ميسي قبيله ذكرنا بان هناك تاثير ديال اللغات يعني في الكتابه ديال سي محمد جبري، هذا يعني عادي لان حينما نحتك بلغات كثيره نؤثر في اللغه الام او اللغه الاولى التي نتعلمها، وهذا يقع مع الناس اللي كيكونوا يعني في ممارسه اللغه الفرنسيه او اسبانيا او هولنديه كيف ما هو الحال. نجد حتى على مستوى البنية كيكون هناك هذاك التأثير، هو تأثير جميل ومحبوب يعني ما يمكنش نكروه. بالنسبة لي السي محمد جبري يكتب بطريقة غيد موباسون في الكتابة. غيد موباسون يعني هو كاتب فرنسي أعطى لي القصة القصيرة الشيء الكثير، وأنا حينما أقرأ للسي محمد وكأني أقرأ لغيد موباسون. هناك تأثير ديال السينما في الكتابة ديال السي محمد جبري، هذا التأثير يعني واضح جدا لأن هي كتابة مرئية، كتابة تخاطب البصري بشكل كبير. هنا عندي دعوة للشباب لأن حينما نتحدث عن القصة القصيرة نحن نتحدث عن الفيلم القصير أيضا يعني في التركيبه ديالو هما كيتشابهوا. بالنسبه لي هذه دعوه باش التفكير في قراءه قصص السي محمد وتحويلها لافلام، لان هي هذا ممكن يعني ممكن بداك الكوتياتر اللي كاين في الاخر ديال القصه وبداك التركيز على ما هو بصري بدل الحوارات المطوله الى اخره. السي محمد جبري بالنسبه إلي في الحقيقة أعتز به ككاتب وأعتز به كإنسان، وعندي إحساس أنه غادي يكون عنده صدى كبير إن شاء الله في الأدب. وشكرا لكم جميعا، وشكرا للسادة العزيزة وسعاد الصوت على القراءة ديالها الجميلة للعمل. وفي الحقيقة هذه غير كلمة بسيطة جدا في حق سي محمد ولكن كانت ضرورية. شكرا لكم. أشكر الصديقة أمينة الصيباري. طبعا هذه إشارة نحن بصدد الرد والرد، بصدد أنا قصدت الجانب اللغوي، قصدت الصياغة الأسلوبية. هناك اكيد هناك تلاقح لغوي بين جميع لغات العالم، لغه تاخذ من لغه. انا اتذكر على ان ارسطو في كتابه فن الشعر عندما كان يؤصل لجميع الاجناس الادبيه تحدث عن جميع الاجناس الادبيه من معيار على انها تنتمي الى ما يسمى بالفنون العليا، وقال على انه ترك خانة فارغة لا يسمى الآن عند المقدم الخانة الفارغة. قال فيما بعد ربما بعد قرون سيظهر جنسا مبتدلا لا يحترم المعياريات اللغوية، لا يحترم مجموعة من المقومات الكتابة السامية مثل الملاحم وغيرها. عندما ظهرت رواية القرن السابع عشر قال الناس هذه إجابة عن الخانة الفارغة التي ترك أرسطو منذ آلاف السنين. المقصود بالابتدال في الكتابة في الرواية وفي القصة القصيرة هي هذه القدرة، سواء كانت قدرة اللغة في اللغة أو قدرة على مستوى الأطروحات لإنزال أو لجعل الأدب الأجناس الأدبية تنزل من مستواها المتعالي. تعرفوا الملاحم كانت عندما يسمى بالشخصية الملحمية التي لا تهزم، جات الرواية وطرحت لنا الشخص المنهزم في سيرورات الواقع. اللغة التي معيارية التي ينبغي أن تحافظ على مستوى معين من السمو، جاءت الرواية وجاءت القصة القصيرة التي تقول لا، اللغة كائن اجتماعي ينمو ويموت وينقرض ويتفاعل ويبتدئ إلى غيره. فأنا قصدت من الجانب الإيجابي، ما لم أريد أن أثقل على القارئ، على أن هناك صيغ أسلوبية جميلة انتقلت إلى اللغة العربية، واللغة العربية هذه طبيعتها أنها ستتطور وستنمو. ولغة هنا اللغة
هنا عشرات القرون اللغة العربية لن تكون بالضرورة هي اللغة التي نتحدث بها الآن، مثلما أن هذه اللغة التي نتحدث بها الآن نحن ليست هي لغة القرن الخامس. شكرا على كل حال للأصدقاء، وأترككم للاستمتاع بقراءة قصص سماح الجبري، وثم لاحظتم حتى في ردوده الفكرية هو يتمسرح، رجل يعيش مسرح حياته بل يتمسرح. سوف أبتدئ قراءتي للمجموعة بنص من داخل مدينة القصر الكبير، تبركا لمدينة العلماء وأيضا عشقا لحد الهوس بهذه المدينة. فيلم سينما الطاية. صديقي فؤاد، قضيت معه كل طفولتي، كنا نسكن في حي واحد، ندرس في مدرسة واحدة، وأيضا كانت لنا هواية جميلة مشتركة، كنا نعشق السينما. فتجدنا نوفر كل سنتيم طوال الأسبوع حتى نتمكن في آخره أن نشتري تذكرتين وندخل إلى قاعة العرض نشاهد فيلما. لم يكن الأمر يتوقف فقط عند المشاهدة، بل كنا عند خروجنا من السينما يلح علي فؤاد أن أعيد له حكاية الفيلم. فتجدني وأنا أحكي أطلق العنان لخيالي فأزيد مشاهد أخرى وحوارات أخرى. كان فؤاد مستمعا جيدا، يتفاعل مع كل كلمة وكل موقف، فتراه مبتسما عندما يكون الموقف مسليا، وتراه أيضا حزينا مكتئبا إذا ما كان الموقف دراميا أو مؤثرا. جاءني يوما والفرحة بادية على محياه، أخبرني أن فيلما رائعا وجديدا سوف يعرض فقط لمدة يومين بسينما سوريا. جلسنا وضعنا كل السنتيمات التي جمعناها فوق الطاولة. كم كانت خيبة أملنا كبيرة، حيث لم نكن قد وفرنا إلا ثمن تذكرة واحدة. طلبت من فؤاد أن ننسى الموضوع، أن ننسى موضوع هذا الفيلم ما دمنا عاجزين أن ندفع ثمن التذكرتين. لكن فؤاد كان يفكر في شيء آخر، سرعان ما رأيته يبتسم ويصيح وجدته. عرض علي فؤاد أن يدخل أحدنا إلى السينما ويشاهد الفيلم، بعد ذلك يحكي ما شاهده للثاني. أعجبتني فكرته واقترحت عليه أن نقوم بعملية القرعة بيننا. رأيته يفكر مرة أخرى ويقول برزانة ومسؤولية: لا يا صديقي، أنت من تحسن الصرف، أنت من تحسن الصرف الحكي، أنت أولى مني بالتذكرة. ذهبنا سويا، اشترينا التذكرة، بقي مع الفؤاد حتى وصلنا إلى الباب الكبير الحديدي للسينما. دخلت التفت ورائي فرأيته ينظر إلي متحسرا وبعينين تائهتين يشير إلي بيديه وقد حاول المسكين جاهدا أن يضع في وجهه ابتسامة صغيرة. جلست وقد عزمت أن لا تضيع مني أي جزئية في الفيلم ولو كانت صغيرة، فالقضية لن تعد فقط فرجة عادية للفيلم، بل أصبحت مسؤولية أخلاقية اتجاه صديقي فؤاد. فتحت الستار، أطفئت الأنوار، فجأة جلس في المقعد الذي أمامي رجل ضخم الجلسة. لم أرى الشاشة بالكامل، فكان علي أن أحرك رأسي مرة باتجاه اليمين وطارة باتجاه اليسار حسب حركات الرجل. قررت أن أغير مكاني، جلست في الصف الأول وبدأت. عند خروجي من السينما وجدت فؤاد ينتظرني بلهفة: كيف وجدت الفيلم؟ رائع صديقي، والله رائع. فؤاد، احكي يا محمد احكي. أخذت أحكي وأضيف من خيالي، أحكي له كل صغيرة وكبيرة. حكيت له أيضا على الجمهور وكيف كان يتعامل مع أحداث الفيلم، حكيت له عن الرجل الضخم الجلسة الذي جلس أمامي، حكيت له عن المرأة التي كانت تجلس بجانبي وهي تحاول إخفاء دموعها متأثرة بموت البطل، حكيت له عن الطفلة التي كانت من حين لآخر تصرخ وتحاول أمها عادة إسكاتها، حكيت له عن وعن وعن. المهم جعلت فؤاد يشعر
كأنه كان جالسا بجانبي يشاهد الفيلم. مرت الأيام، كبرنا وافترقنا، لكن ظل يجمعنا حنيننا لطفولتنا الجميلة، ويجمعنا أيضا عشقنا للسينما. كانت السيدة فاطمة زوجة صديقي فؤاد مولوعة أيضا بمشاهدة الأفلام، فكانت تأتي ببعض الأشرطة لسهرة ليلة السبت. فؤاد كانت له طقوس خاصة به عند مشاهدة أي فيلم، حتى كان يلبس البيجامة، ينتظر حتى تنام ابنته سارة ذات الخمس سنوات ليضمن بذلك هدوءا وصمتا. يضع بجانبه فنجان قهوة وبعض المكسرات، ثم يطفئ الأنوار. جلس فؤاد وفاطمة يتابعان الفيلم. فؤاد يصاب بالدهشة، يجد نفسه يعرف كل تفاصيل الفيلم بل أدق جزئياته، لم يعد يتابع أحداث الفيلم بقدر ما أصبح في صمت يحاول أن يتذكر. ترى أين ومتى رأى هذا الشريط؟ فاطمة أعجبها كثيرا الفيلم، تتفاعل مع أحداثها الدرامية، عادة تحاول إخفاء دموعها عند موت البطل. في الغرفة الأخرى المجاورة استيقظت سارة، شعرت بالخوف، أخذت تصرخ. بكاء فاطمة وصراخ الطفلة يعيدان فؤاد لأجواء قاعة السينما وإلى فيلم سينما ستوريا. يبتسم فؤاد، تكبر ابتسامته، يضحك، يقهقه، سعادته لا توصف، كذاك الذي فقد ذاكرته ووجد نفسه صدفة يتذكر كل شيء. فؤاد يخبر فاطمة أن هذا الفيلم سبق أن شاهده بأذنيه عندما كان الحكي أصدق من العدسة والكاميرا، عندما كانت الكلمة والخيال أبلغ من الصورة والواقع. يقوم فؤاد مسرعا، يأخذ هاتفه ويكلم صديقه. ألو، أهلا محمد، أنا لم أستطع ساعتها أن أحدد طبيعة نبرات صوت فؤاد، فقد كانت تختلط فيه مشاعر شتى، الفرح، البكاء، الحنين واللهفة. أهلا صديقي فؤاد. فؤاد، لقد شاهدت فيلما. أشعر بالضحك وأرد عليه. تكلمني منتصف الليل فؤاد لتقول لي إنك شاهدت فيلما. فؤاد، لا، دعني أكمل، شاهدت فيلما كنت أنت قد حكيت لي عنه. أضحك مرة أخرى وأقول، غالبية الأفلام التي تعرفها يا فؤاد كنت أنا من حكيتها لك، ما الغريب إذن يا صديقي؟ فؤاد كأنه لا يستطيع أن يصبر أكثر، كأنه يريد أن يقول كل شيء دفعة واحدة. لا، اسمعني يا صديقي، لقد شاهدت الفيلم، فيلم سينما ستوريا الذي لم نكن نملك لمشاهدته ثمن تذكرتين. دخلت أنت للسينما، شاهدت الفيلم، من بعد ذلك حكيت لي عنه. أتذكر؟ آه يا صديقي، نعم أتذكر، بل أتذكر كل أحداثه وتفاصيله، أتذكره وكأني فقط بالأمس شاهدته. فؤاد، محمد، تعال نمارس هوايتنا القديمة، احكي لي عنه مرة أخرى. كم رائع صديقي أن أسمع حكايته منك بعد أن تضيف إليه لمسات الساحرة. احكي يا محمد احكي. وجدتني أضحك مرة أخرى وأقول، صديقي، لاحظ أنت تكلمني من المغرب وأنا في هولندا، فالموضوع قد يكون مكلفا لك. فؤاد، لا لا يا صديقي لا تبالي، احكي يا محمد احكي. الكل يهون من أجل اختلاس لحظة سعادة من الماضي. احكي يا محمد احكي. الكل يهون من أجل أن نستشعر فرحة ولو قصيرة عشناها في طفولتنا. الكل يهون يا محمد من أجل الذكرى، ذكرى سينما ستوريا. احكي يا محمد احكي. حتى أكون عادلاً، القصة الأولى كانت في مدينة القصر الكبير، والقصة الثانية أقترح عليكم أن نذهب إلى هولندا وإلى المدرسة التي أشتغل فيها في مدينة أمسترداد. العنوان القصة كذبة بيضاء، كذبة بيضاء، بيضاء كاللبن. سيباستيان أو المشاغب الجميل كما يحلو لي دائماً أن أناديه، هذه السنة أكمل سيباستيان عمره 15، لكنك عندما تراه تظنه لم يتجاوز 10 بعد. سريع الحركة، خفيف الضيف، بشوش وأنيق، يضحك
باستمرار يضفي على المكان الذي يوجد فيه سعادة وحيوية. ضحكه وقفاشته في بعض الأحيان يتجاوزان الحدود المسموح به داخل الفصل، لكن نتائجه وحسن خلقه يشفعان له ذلك. سيباستيان كانت عنده قدرة خارقة في أن يجعلك تستمر إليه. يأتي عندي وقد أكون منهمكا في تصحيح فروض التلاميذ، فيصير يحدثني، فأجد نفسي قد تركت كل شيء وصرت أستمع إليه بكل جوارحي. كان يحدثني كثيرا بزهو وإعجاب عن والده السيد فاضل، المهندس الجيولوجي الذي يشتغل في إحدى حقول البترول بأستراليا. بالرغم من بعد المسافة، فقد كان فاضل يتواصل باستمرار مع ابنه. في كل ليلة كان سيباستيان يتوصل برسالة عبر بريده الإلكتروني من أبيه، حيث يحكي له هذا الأخير عن يومه وأدق التفاصيل. كانت تعجبني كثيرا هذه العلاقة بينهما. لم يشعر سيباستيان أبدا بفقدانه لأبيه طوال مدة 6 سنوات. صباح اليوم الجمعة قبل أن أدخل إلى الفصل، وجدت سيباستيان ينتظرني عند الباب. ابتسامته هذه المرة كانت أكثر إشراقا وجمالا، تنبعث من عينيه فرحة عارمة تتسابق الكلمات إلى شفتيه فيتلعثم. أستاذي العزيز، هل أنت مستعد لتسمع أجمل خبر؟ قل بسرعة سيباستيان، لا وقت لك عندي. سيباستيان: أبي الذي لم أراه 6 سنوات راسلني بالأمس، أخبرني أنه في الأسبوع المقبل مثل هذا اليوم صباح الجمعة سوف يكون في مطار أمستردام قادما من أستراليا، وقد اشترى لي هدايا كثيرة. أخيرا سيباستيان، مبروك عليكما، أنا فرح لك من كل قلبي. أستاذ، ممكن أن أتغيب عن حصتك في الأسبوع القادم؟ أريد أن أذهب مع أمي إلى المطار. طبعا سيباستيان، ممكن، فقط تكتب والدتك طلب غياب، وأنا بنفسي سوف أقدم للإدارة حتى تؤشر علي. في عصر يوم الأربعاء، بينما أنا في مكتبي بالمدرسة، سمعت طرقا خفيفا على الباب. تدخل امرأة في العقد الثالث من عمرها، لباسها طويل محتشم، لا تضع مساحيق على وجهها، في عنقها سلسلة يتدلى منها صليب. صفحتني بحياء وابتسامة خجولة. أنا ماريا، أم سيباستيان. هذه ماريا إذن. سمعت مرة إحدى المدرسات تحكي عنها، قالت إنها من عائلة كاثوليكية محافظة وتواظب على الصلوات بالكنيسة. المعلومات عنها كانت شحيحة، فماريا لم تكن من النوع الذي يربط الصداقات بسرعة، ولم تكن تحب الحديث عن نفسها. أهلا سيدة ماريا، مرحبا بك، تفضلي. كتبت طلب الغياب. يصعد الدم إلى وجهها، أشعر بتوترها. قمت فأحضرت لها كوبا من الماء، اكتشفت منه كأنها تبلل حلقها. أستاذ، لم أكتب الطلب، لا أريد أن تسمح سيباستيان بالتغيب، لا أريده مرافقتي، أرجوك لا تتركه يرافقني. حالة التوتر التي كانت عليها ماريا شعرت أنها انتقلت إلي. أخذت كوب الماء، ارتشفت منه كأنني أبلل حلقي، فقلت: لكن لماذا سيدة ماريا؟ هذا ليس جيدا لسيباستيان. رأيت ماريا تتناهد تنهيد عميقة وتمسح بمنديلها حبات العرق من جبينها تستجمع كل قوتها. زوجي فاضر ليس في أستراليا. فاضر محكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات. لم أخبر سيباستيان بذلك. لا أريد أن تبقى صورة أبيه نقية صافية. أريده أن يفتخر بأبيه. كنت أكتب له كل يوم قبل أن ينام. كان يقرأ رسالة أبي. رسالة أطلب منه الحب للناس، كل الناس، وأن يواظب على الصلاة ليعم السلام. كلام ماريا نزل علي كالماء البارد،
فشعرت بقشعريرة تسري في كل جسدي، فقلت لها: ما أروعك سيدة ماريا. ماريا تمسك بيدها اليمنى الصليب المتدلي من عنقها، تلتقي عيناي ببريق عينيها الخائفتين وتسألني: ترى، هل يسامحني الرب على معصية الكذب؟ ابتسمت لها وقلت: في ديننا ماريا، الله لا يحاسبنا على الكذبة البيضاء. رأيت ماريا وقد اعتدلت في جلستها، اتسعت دائرة عينيها وتسألني بدهشة واستعطاف: وعن كذبتي، كذبة البيضاء؟ وجدتني أمسك بكفيها الباردتين كقطعة تاج، أضغط عليهما، أنظر في عينيها وأبتسم: نعم صديقتي ماريا، كذبتك كذبة بيضاء، بيضاء كاللبن. شكرا. كيف نستصل بنت الوزير؟ هذه من القصص القصيرة جدا التي تحدث عليها أستاذتي سعاد فوض. ابنة الوزير اعتقلوه متلبسا ينظر إلى فوق، هناك كانت تطل برأسها ابنة الوزير. في لمح البصر وضعوه داخل كيس ورموه إلى البحر. في اليوم الموالي سمع في السوق امرأة تبكي ابنها الضرير، خرج البارحة ولم يعد. القصة الأخيرة وهي من النوع السينمائي، فأرجو أن تتخيلوا كأنكم تشاهدون الآن فيلما. ابنتي. وقف ينظر إلى نفسه في المرآة، اكتشف أن شعره أشحت ولحيته قد تدلت بطريقة عشوائية مقززة، شاربه الذي يغطي شفته العليا أصبح يميل للإصفرار من كثرة التبغ الرخيص الذي لا يفارق شفتيه، عيناه شاحبتان وغائرتان. لم يدري متى وقف هكذا أمام المرآة آخر مرة، قد يكون منذ أسابيع أو شهور. حالة الكآبة التي تبدو على وجهه لم تكن تعكس حالة الفرح الذي في داخله، كان يشعر كأنه يولد من جديد، ينبعث من جديد. عندما رن هاتفه قبل قليل وسمع صوتها، تعرف عليه بسرعة كأنها لم تغب عنه كل هذه السنين. كان في صوتها بحة فرنسية جميلة، لم تدم المكالمة سوى دقائق قليلة، لكنها كانت كفيلة أن تغير كل حياته. أخبرته أنها بخير وطفلتهما قد كبرت وهي الآن تلميذة نشيطة تذهب إلى المدرسة، وقد احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الخامس. هو لم يقل شيئا، كان فقط يريد أن يستمع إليها. كانت صوفيا تريد أن تختصر حكايات كل السنين في تلك الدقائق القليلة. وجد نفسه يقاطعها ويقول متوسلا بصوت منكسر: ممكن أن أراك وأرى طفلتي؟ نعم حبيبي، هذه المرة لن يفرقنا أحد، لم يعد بمقدوره، هذه المرة لن يفرقنا أحد، أبي لم يعد بمقدوره أن يقف أمام مستقبلنا، لقد سرق قصره الباريزي الذي سجنني فيه وثروته وأملاكه إلى غرفة في إحدى المصحات. وجد نفسه مرة أخرى يقاطعها متوسلا وبصوت منكسر: ممكن أن أراك وأرى طفلتي؟ نعم زوجي، لقد وصلت بالأمس إلى هولندا لنظل معا طول العمر. أتذكر عزيزي عمر عندما كنت حاملا بطفلتنا
وكنا نذهب إلى مدرسة القرية خارج المدينة، نجلس فوق التل، نتفرج على الأطفال يلعبون، ونتخيل أن طفلتنا بينه. لقد سجلت ابنتنا في تلك المدرسة. ما رأيك عزيزي أن نلتقي هناك في الساعة الرابعة وقت خروج التلاميذ؟ كان عمر واقفا أمام المرآة وهو يعيد شريط ذكرياته السابقة حين التقى صوفيا في إحدى مدرجات الجامعة بأمستردام، ومنذ اللحظة الأولى شعر أنهما خلقا لبعض. قرر أن يتزوج رغم معارضة والد صوفيا الذي لم يستوعب تزويج ابنته ووريثته الوحيدة لعربي ذي بشرة داكنة. ذهب عمر إلى المغرب لزيارة والدته المريضة، وعند رجوعه كانت صوفيا قد اختفت من الوجود. أخذها والدها عندما علم أنها حامل وحبسها في إحدى قصوره البارزية. طوال هذه السنين لم يتخلى عمر عن هاتفه الصغير، كان يراوده الإحساس أنها قد تتصل به يوما. وجد نفسه مرة أخرى ينظر إلى وجهه في المرآة، شعر بمدى إهماله لنفسه، أخذ مقصا ومسح لاقة وبدأ في ترتيب حالة شعره ولحيته وهو يقول ضحكا: لو ذهبت هكذا حتما لن تتعرف علي صوفيا، أما الطفلة فقد تصاب بالخوف من هذا الغول. وجد أن ثيابه بالية ممزقة لا تليق بهذا اللقاء، فتح حقيبة كانت تحت السرير، أخرج منها بدلة زرقاء وقميصا أبيض كان قد لبسهما يوم عقد قرانه لصوفيا. كانت الدقائق تمر بطيئة، نظر ربما للمرة المئة إلى ساعة هاتفه، شعر كأن الوقت لا يتحرك. خرج من بيته الصغير، ركب دراجته وتوجه خارج المدينة. وجد نفسه قرب المدرسة، صعد التل، أصبحت كل المدرسة مكشوفة أمام عينيه. كان من الصعب أن يتحكم في مشاعره وإحساسه، شعر وكأنه قريب منها لا يفصله عن ابنته التي لم يراها قط إلا خطوات. وجد نفسه يناجيها: لن أتركك بعد يوم صغيرتي، سوف نعوض كل الحرمان، نتسلى معا كل الوقت، نركض نقفز ونلعب. وعندما تشعرين بالتعب صغيرتي اصعدي إلى ظهر الحصان، أنا حصانك الذي يعشقك، وفي الليل قبل أن تنامي سوف أحكي لك كل الحكايات الجميلة، ستعجبك قصصي وتطلب مني المزيد. لكن صوفيا والدتك تريدك أن تنامي باكرا، سوف نتوسل لها أنا وأنت من أجل حدوتة أخيرة، تسمعينها وتنامي كالملائكة. شاهد أن الأطفال يخرجون إلى الساحة، درجة انفعاله وشوقه وحنينه وصلت إلى الحد الأقصى. وجد نفسه يبحث بلهفة عنها بين كل تلك الوجوه الصغيرة، يناجيها مرة أخرى: أكيد سوف أتعرف عليك صغيرتي، الدم الذي يجري في شرايينك الصغيرة، من هذا الدم الذي في جسدي فقط إحساسي هو من سيقودني إليك، ومن حيث لا تدري صغيرتي روحك الآن تشعر بوجودي بقربي، وحتما سوف تناديني، أستطيع أن أميزك صغيرتي ولو كنت بين آلاف الوجوه. كانت عيناه مشرعتان تتحركان بسرعة تجوبان كل محيط المدرسة، وفجأة رآها، إنها هناك تلعب. اختلطت ضحكته وبكاءه وهو ينظر إليها. وجد نفسه ينزل جريا من التل يقترب من سياج المدرسة، أصبحت الطفلة أكثر قربا منه. آه كم هي جميلة، تشبه صوفيا، شعرها الأشقر، أنفها الصغير، وخوختان تزينان خديها عندما تضحك، أما عيناها العسليتان فهما لي تشبهان عيناي. أكيد أن صوفيا كانت سعيدة، أكثر شيء كانت تعشقه هما لون عيون العسلية. بدأ الآباء يتوافدون إلى المدرسة، لم تأتي صوفيا بعد. بدأ القلق واضحا عليه وعلى تعابير وجهه، أخذ يبحث عنها بين وجوه الآباء القادمين إلى المدرسة، لم تكن بينهم.
يخاطب نفسه بمرارة وحزن كبيرين. ثورة من أخرها. أرجوك دعيني أراك صفية. لم أعد أحتمل. ارحمي هذا القلب. ارحميني. لا أستطيع الانتظار. عاد مرة أخرى يبحث عن ابنته في الساحة. لم تكن هناك. كأن الأرض انشقت وبلعتها. وجد نفسه داخل ساحة المدرسة. كان في حالة هستيرية تدعو إلى كثير من الشفقة. رأته المديرة. أخذت بيده وأدخلته الإدارة. قدمت له كوب ماء وأجلسته حتى يهدأ. ما بك سيدي؟ ممكن أن أساعدك؟ نعم. أبحث عن ابنتي. رأيتها قبل قليل. هنا تلعب في الساحة. طيب. ما اسمها؟ تلعثم عمر قبل أن يجيب. عندما هاتفتني والدتها لم تخبرني عن اسم ابنتي. وأنا لم أسألها. كأنه يتذكر. يوم علمنا أن صفية زوجتي حاملة بطفلة كان ذلك في شهر أبريل. اتفقنا ساعتها أن نسميها نيروز. يعني فصل الربيع. نعم. ابنتي اسمها نيروز. ابتسم وهو يمسح دموعه. ابنتي اسمها نيروز. فصل الربيع. أخذت المديرة سجل التلاميذ. لم تجد الاسم ضمن اللائحة. آسف سيدي. لا يوجد هذا الاسم في مدرستي. أشفقت عليه كثيرا مديرة المدرسة وهو يبكي كطفل صغير. أخذت هاتفه من جيب معطفه لعلها تستطيع الحديث مع أحد من معارفه ليأتي فيأخذه إلى المنزل. لم يكن في مذكرة الهاتف إلا رقما واحدا لامرأة تسمى ماريا. ألو، من معي؟ أنا ماريا، الدكتورة ماريا. أنا دكتورة، أكلمك من مدرسة القرية. معي السيد عمر. هل تعرفينه؟ دكتورة. يا إلهي، هل عادت له الحالة من جديد؟ كنت قد نصحته أن لا يوقف الدواء. ماذا تعني دكتورة؟ دكتورة. زوجة السيد عمر كانت قد ماتت على إثر حادثة سير. كانت حاملا في شهرها السابع. والدها الفرنسي الأصل أصر أن تدفن في بلدته. عمر كان مسافرا وعندما عاد لم يجدها. ومن يومها دخل السيد عمر في أزمة نفسية حادة يخيل إليه أشياء غريبة. المهم حاولي أن ترفقي به. سوف تصل سيارة المستشفى عما قريب. إذا أشكر السيد محمد الشبابي على هذه القراءات القصصية الجميلة. أطلب من صديق المهدي السملي أن يتفضل مع العائلة الخشبة لكي يقدم هدية اتحاد كتاب المغرب للمحتفى به. وهناك هدية باسم قصر فوروم سيختار من يقدم. محمد صفور. فؤاد. Thank you.
مصطفى. للإشارة فقط، فالهدية التي نقدمها باسم بوابة القصر الكبير جاءت على إثر عملية التسويق التي قامت بها البوابة من أجل اختيار شخصية السنة لسنة 2019، وكان لنا الشرف بأن الأستاذ محمد أحمد جباري هو الفائز بشخصية 2013 في هذا التسويق، فتحية تقدير لنا له.